صباح الخير، صباح السعادة على كل مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وكل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى سعيد. أنا حاليا ببغداد، تحديدا بالصدرية. راح نتعرف أكثر عن الكافي والجيمر والأجواء العراقية اللي تكون بعيد الأضحى. اليوم تعرفون هو عطلة وأجواء عيد ولمة عائلية. خلينا نتعرف أكثر ونشوف الأجواء اللي راح تصير بالعيد اللي إحنا نبديها دائما بالكافي والجيمر. خلي نسأل أبو الكاهي. أبو الكاهي صباح الخير، شلونك عيد؟ حياك الله، أهلا وسهلا، وأنت بألف خير، رحم الله والديتك، الله يسلمك. أجواء العيد صراحة، أجواء العيد كلش حلوة، خاصة هنا بمطعمنا، المطعم هذا من 91 مو جديد، الناس كلها يعني أكلة بغدادية. زين، تشوف انه الكهوة والقمر تحديدا بالعيد له طعم خاص، يعني اللي يجوكم طعم خاص، روح يم القمر. صباح الخير. صباح النور، يا اهلا وسهلا، وتبارك بخير صحة وسلامة. هلا بيك، رحم الله والديك، الله يخليك. تشوفوا الاجواء اللي تصير بالعيد ككهوة واقبال الناس عليها تختلف عن باقي الايام؟ ايام عطلة، عالم قاعدة، العالم تاكل كاهي وقمر، ايام العيد فيها كتفاصيل، انه كتقديم الكاهي والجيمر انه يجوك عوائل، يعني اول ايام العيد لو تختلف يعني كاجواء، انه فقط ياخذون كسفري ويروحون باقي بغير ما اماكن، لو شلون التفاصيل اللي تصير؟ لا، ياخذون سفري وكبيهم يجون هنا، هم ياكلون هم ياخذون سفر. فالتفاصيل اللي هنا اللي عندنا كعيد او باقي الايام اكثر اقبال الناس شلون؟ يعني شوفوا على الكاهي لو جيمر لو اثنيناتهم. اثنيناتهم، الكاهي والجيمر. ايام الجمعة وايام العيد. مبدئيا انه الكاهي شلون يتم تقديمه؟ خليه انه انت تسوي لنا واحنا وياك. هاي الكاهي هسه كاهي. والجيمر يمك صح؟ الجيمر يمي، هذا الكاهي. اي. نبغى نشيرها، سلم شير واحد. الجيمر يمك حتى نشوفه. هذا الجيمر. خليها فستق حلبي. وبعدها انه يتم تقديمه للزبائن. زين، هاي تخلي انت الشيره وخلي عليها قمر وفستق، وهاي اجواء حلوه هنا، يعني اكله بغداديه خفيفه وحلوه، لها نكهه خاصه بالعيد صح؟ لها نكهه خاصه. شوفوا عاده العراقيين كلهم ياكلون قمر اول يوم العيد. صدق شنو سر هذا الموضوع؟ لا انا عطلة وهاي. شكرا جزيلا لحضرتك، احنا بعدنا مستمرين اكيد بزوائلنا. صباح الخير. صباح النور، الله يسلمك. كل عام وانت بخير، يا ربي صحة وسلام. هلا بخير. احنا نقعد يمك شوية. تفضلي. شلونك عمو؟ الله يسلمك، الحمد لله. شنو رايك بالكهوة والقمر البغدادي واجواء منطقه الصدريه؟ والله صدريه حلوه، كان ساعتك احنا جاي هنا ودت رايك. اي والله احب الصدريه وكل مكان بغداد، بس اكو فرق بها، مكانته حلوه قديمه وناس يحبون اصلا اهل بغداد، خوش ناس ومتطورين كتفاصيل اول يوم العيد انه عندكم انه بيد هوك، نفس تفاصيل اول يوم عيد ببغداد انه لازم ناكل كاهو جيمر، او اللي ياكل باتشه، او اللي ياكل مثلا معلاق او تكه. يمنا بدهوك الاول عيد القربان، عيد القربان دائما كل واحد يجي يطلي شيء بالبيت ذبحه، وصبح شريات بسيطه بالظهريات كلها قوزي وتشريب وباميه وشغلات تجي نسويها دائما. الف عافيه عمو، اتمنى لك يا رب سفره حلوه وسعيده وترجع بالف سلامه. شكرا لحضرتك. الله يسلمك، ممنون منك. بعدنا اكيد مستمرين بجولتنا لهذا اليوم، نترك عمو يتريق براحته واحنا مكملين جولتنا، واكيد الزبائن انه فضله واكله الكاهي والقمر على باقي الاكلات اللي احنا مشهورين بها، الباتشه والسكه والقوزي والبرياني وهواي اكلات، فانه احنا فضلنا الكاهي والقمر عن باقي الاكلات. صباح الخير. صباح النور. العام وانت بخير. انت بخير وكل عام وسلامة. يا ربي صحة وسلامة وعافية وعيد أضحى مبارك عليك. علينا جميعا إن شاء الله. سلمك، كل عام وانت بخير. وانت بخير، الله يخليك. عيد أضحى مبارك عليك يا رب، تحقيق الأمان.
حبيبتي مشكور. انا اسفه اقتحمتكم وانتم تاكلون، بس شنو طقوسكم اول يوم العيد انه فضلتوا تاكلون الكاهي والقمر بعيد انه ما تشاركون العائله، لو راح تاخذون سفري؟ لا لا اكيد اكيد بالبيت ويا العائله كلها نتجمع وقمر وكاهي ان شاء الله. يعني انت ما تحب الباشا، مو من اصدقاء الباشا؟ كلش لا. ايه انت من عشاق الباشا لو راح تاخذ الكاهي والقمر للعائله؟ كاهي وقمر. زين شنو سويتوا كتحضيراتكم انتم كشباب؟ نعرف انه احنا النسواني بدلين الشراتيف في البردات الكذا، بس انتم الشباب يعني فقط تروحون للحلاق؟ بس حلاق قبلها بيوم او الصبح بالعيد نحلق بس. بس ما عندنا شيء. والله نفس الشيء حلاق، احنا طبعا جاي لكم من الكويت. اهلا وسهلا عراس، تشرفونا وتنورونا اكيد. شنو شفت انطباع او شنو اخذت انطباع عن بغداد وتحديدا منطقة الصدرية؟ ما شاء الله حركة حلوة وكل شيء حلو. هذا الانطباع اللي اخذته اخر فترة او كم مرة يعني جاي لبغداد؟ والله صار لي 20 سنة مطب بغداد. شنو اخر انطباع اخذته وهسه شنو اللي تغير الانطباع؟ والله شغلات هواي متغيرة ما شاء الله، التكتكات والمجمعات المولات. يعني تشوف اكو تغيير، يعني كونك انه انت صار لك فتره مجال. صح هواي في تغيير. يعني الحمد لله انه اخذت انطباع غير عن الانطباع السابق. اهلا وسهلا بك وتنورنا ان شاء الله، وهذا بيتك الثاني العراق، اهلا وسهلا بك. اكيد انه احنا مستمرين بجولتنا لهذا اليوم، واكيد شفنا باقي الزبائن انه حبوا انه تكون اكله الكاهي والقمر هي اول اكله يبدون بها بالعيد. يا ربي ان شاء الله ايامنا كلها اعياد وصحه وسلامه على جميع العراقيين. عيد اضحى مبارك ونلتقي بالخير والسعاده. باي باي.